يريد فنان تجريدي رسم مثلثان متناسبا الأبعاد. أبعاد الرسمة الأولى موضحة وهي موجودة في الأعلى هنا. كم طول الضلعان المفقودان في الرسمة الثانية؟ إذا لدينا رسمتان لمثلثان متناسبان، أو لنفكر به بطريقة أن لدينا مثلثان متشابهان، ونحن نعلم أنه استنادا إلى كيفية ترميز هذه المثلثات أنهما مثلثان متشابهان، ولدينا هذه الزاوية، هذه الزاوية مع هذان القوسان الموجودان هنا لديها نفس قياس هذه الزاوية الموجودة هنا، هذه الزاوية التي لها ثلاث أقواس لها نفس قياسات هذه الزاوية، وأن هذه الزاوية دعوني أضعها بلون مختلف التي لديها قوس واحد لها نفس قياس هذه الزاوية الموجودة هنا، إنها زوايا متناظرة لها نفس القياسات، والزوايا المتناظرة تكون متطابقة. ثم نحن نعلم أن هذه المثلثات متشابهة. الشيء الآخر الذي نعرفه عن المثلثات المتشابهة، أو إذا كنتم تعلمون، أنه إذا كان المثلثان متشابهان فهذا يعني أن النسبة بين الأضلاع المتماثلة ستكون نفسها. لذا دعونا ننظر إلى الأضلاع المتماثلة، ومن ثم دعونا نحاول إيجاد النسبة نفسها أو نستخدم النسبة نفسها. إذن يمكننا أن نجد الضلع المفقود هنا، وأول شيء إذا نظرتم إلى الضلع المقابل لهذه الزاوية الزرقاء، أي الزاوية التي تحتوي على قوس واحد، الضلع XY هنا سيماثل الضلع المقابل المقابل للزاوية الزرقاء هذه، أي الضلع AB. هذا ضلع مماثل، ويمكنك اعتباره على أنه ضلع يقع بين الزاوية البرتقالية والأرجوانية. الضلع يقع بين الزاوية البرتقالية والأرجوانية، كذلك الضلع الموجود هنا والمقابل للزاوية البرتقالية، المقابل للزاوية البرتقالية التي تحتوي على قوسين مزدوجين، سيماثل هذا الضلع المقابل للزاوية البرتقالية التي تحتوي على قوسين مزدوجين، أو يمكنك اعتباره على أنه ضلع يقع بين الزاوية الأرجوانية والزاوية الزرقاء. ثم أخيرا دعوني أستخدم، لدينا هذا الضلع وهو مقابل للزاوية الأرجوانية، إنه يقابل الزاوية الأرجوانية، إنه يقع بين الزوايا الزرقاء والبرتقالية، سوف يماثل هذا الضلع المقابل للزاوية الأرجوانية وبين الزوايا الزرقاء والبرتقالية. وما يوضح هذا لنا أن النسبة، نحن نعلم بما أنهما متشابهان فإن النسبة بين الأضلاع المتماثلة ستكون نفسها. إذن النسبة بين هذان الضلعان AB إلى XY، النسبة بين طول الضلع AB وطول الضلع XY ستكون مساوية للنسبة بين طول الضلع BC وطول الضلع YZ، أي ما سيساوي نسبة AC يساوي نسبة AC إلى XZ. وقد أعطينا بعض من هذه الأطوال، أعطينا أن طول AB يساوي 5 وطول XY يساوي 2 وأن طول BC يساوي 9 وYZ واحدة من الأشياء التي علينا إيجادها، لكن أعطينا أيضا أن AC تساوي 10. صحيح، لا يمكنني أن أستخدم اللون الأرجواني، AC تساوي 10، وعلينا أيضا أن نجد XZ. إذن يمكننا الحصول عليه. أنتم تعلمون هذه المساواة الثلاثية، يمكننا أن ننشئ معادلتان منفصلتان، كل واحدة تمتلك مجهولا، ومن ثم يمكننا أن نجد ذلك المجهول. أولا لدينا 5 على 2 تساوي 9 على YZ، تساوي 9 على YZ، وحتى نجد YZ هناك مجموعة من الطرق التي يمكن فعلها، لكن يمكنك، دعونا نرى،
يمكننا أن نضرب y z ضرب كلا الضلعان. يمكنك أن تضرب y z ضرب كلا الضلعان. في الواقع لن حسناً. ثم يمكننا أن نضرب كلا الطرفين بخمسة على اثنان، لكن دعونا نفعل خطوة واحدة في كل مرة، ثم نحصل على y z ضرب خمسة على اثنان يساوي تسعة، يساوي تسعة. ثم يمكنكم أن تضربوا كلا الطرفين بمقلوب الخمسة على اثنان، أي أن تضربوا كلا الطرفين باثنان على خمسة، ونحن نفعل ذلك. وبهذا يمكننا أن نعزل y z، ثم نحذف هذه من الجانب الأيسر، ويتبقى لدينا y z، وفي الجانب الأيمن يتبقى لدينا تسعة ضرب اثنان يساوي ثمانية عشر على خمسة. ويمكننا أن نحول هذا يعادل، إذا كتبناه بصورة عدد مركب، ثمانية عشر على خمسة تساوي ثلاثة، وثلاثة على خمسة. إذن الناتج ثلاثة وثلاثة على خمسة، ويعادل ثلاثة فاصلة ستة. إذن y z يساوي 3.6، وبهذا أوجدنا ضلع واحد. الآن علينا أن نجد إكس زي، وهنا نعلم أن خمسة على اثنان يساوي 10 على إكس زي، سيصبح 10 على إكس زي. ومرة أخرى سنضرب، هناك عدة طرق يمكن اتباعها. يمكننا أن نقلب طرفي المعادلة، إذن يمكن أن نقول، وهذه طريقة مختلفة قليلا عما فعلناه في تلك الطريقة، إذن هناك عدة طرق يمكن أن نقول أن 2 على 5 يساوي إكس زي على 10، إنني أخذ مقلوب كلا الطرفين ثم أضرب طرفي المعادلة بعشرة، أضرب كلا الطرفين بعشرة، ويتبقى لدينا إكس زي يساوي 10 ضرب 2 ويساوي 20 على 5. إذن هذا سيساوي 4. إذن سننتهي بأن إكس زي تساوي 4، وانتهينا. الرسمة الصغرى لها الأبعاد 2 و 3.6 و 4.